بتفكر تستثمر في العقارات بس ما عندك فكرة عن الموضوع؟ هالفيديو إلك. معكم ماجدة شمس، وكالة عقارات منطقة تامبا فلوريدا. خليكن معي. اليوم حبتدي معكم سلسلة وبشرح مبسط جدا عن الاستثمار في العقارات بأمريكا، وموضوعنا لليوم حيكون عن الاستثمار في بيوت الإيجار rental properties. أول شي لازم إلكن أنه مش ضروري يكون عندك مبلغ كتير كبير عشان تستثمر في العقارات. ممكن كمبلغ بسيط كبداية تصير مليونير من هون لعشر سنين إذا استوعبت المعلومات اللي بهالفيديو واستعملتها بالطريقة الصحيحة. بهالفيديو بنحكي على شراء بيت single family, townhouse, condo أو أي نوع عقار وتأجره شهرياً. أول شيء لازم نعرف المبادئ الأساسية للاستثمار في بيوت الإيجار، وبيسمون بالأمريكي The Four Wealth Generators، اللي إذا اجتمعوا كلهم مع بعض بيعطوا استثمار ناجح وبتجني أرباح منيحة. أول شيء هو الكاش فلو، اللي هو الربح الشهري اللي بتعمله من إيجار البيت بعد ما تدفع كل المصاريف اللي عليك. Income minus expenses بيعطيك cash flow. يعني نقول مثلاً عندك بيت وبتأجره بمبلغ 1400 دولار شهرياً، وعليه دفعة شهرية اللي هي mortgage بقيمة 1000 دولار لأنك أخذ قرض على البيت، ودفعت مبلغ 200 دولار حق المصاريف الشهرية والتصليحات. يعني مثلاً إذا خرب شيء بالبيت ولازم تصليح، حتى إذا ما حصل شيء هداك الشهر اللي لازم تصليح أو أي مصاريف تاني، ضروري تخصص مبلغ معين، عادة بيخلوا 10% من الإيجار كاحتياطي إذا حصل أي شيء بالمستقبل للبيت ولازم تصليح أو أي emergency. بعد ما ندفع كل هالمصاريف ونشيلها من الإيجار الشهري، بيضل عنا الربح الصافي أو الكاش فلو بمبلغ 200 دولار شهرياً. تاني شيء الappreciation أو ارتفاع قيمة البيت. كنا بنعرف إن البيوت بتزيد قيمتها مع الوقت، بس في استثناءات بتحصل مرات مثل ما حصل ب 2008، بس مع ذلك بترجع قيمة البيوت بتطلع مع الوقت طالما بتتمسك بالبيت وبتخليه ما بتبيعه لأطول مدة ممكنة، خصوصا إذا بتعمل منه كاش فلو إيجابي كل شهر. ثالث شيء هو loan pay down أو دفع قرض البيت. عادة لما بيكون لازمك تشتري بيت تاخد قرض من البنك، حتى إذا كان البيت بغرض الاستثمار. وإذا حتشتري بيت للاستثمار عن طريق البنك، فعادة ما بيطلبوا منك إنه تحط تسبيق أو down payment بقيمة 20% من سعر البيت، والبنك بتسلفك الباقي، وبيكون عندك mortgage دفعات شهرية. ومع كل شهر بتدفع mortgage حجم القرض بيقل مع الوقت لحد ما بتدفعه كله. رابع شيء مزايا على الضرائب tax benefits. مزايا الاستثمار في العقارات كثيرة، وإذا قارنا الاستثمار في البزنس مع الاستثمار في العقارات، فلازم نعرف إن الحكومة أو الدولة بتاخد ضرائب من الربح اللي عملته بالبزنس أكثر بكتير من الضرائب اللي بتاخدها من الربح اللي عملته في الاستثمار في العقارات. حعملكن هلأ شرح بسيط للعملية الحسابية وبأرقام مبسطة للأرباح اللي ممكن تجنيها من الاستثمار في بيوت الإيجار. نقول إنه اشتريت بيت بغرض الإيجار سواء كاش أو أخذت قرض من البنك أو أي طريقة تانية بمبلغ 200,000 دولار، وحطيت تسبيق down payment بقيمة 40,000 دولار اللي هو 20%، يعني عندك قرض بمبلغ 160,000 دولار، وعندك cash flow ربح شهري مثل ما حسبناه قبل بيجيك من الإيجار بمبلغ 200 دولار شهريا. إذا ضربناه ب 12 يعني حيكون عندك مبلغ 2400 دولار سنوياً كربح صافي أو كاش فلو سنوي. أكثر من هيك لأنه دفعت 12 شهر من القرض، فحجم القرض اللي عليك قل. ابتديت بقرض 160,000 دولار، وبالسنة الأولى مع الدفعات الشهرية اللي عملتها بالسنة الثانية وصل حجم القرض ل 157,000 دولار، يعني عملت مبلغ 3000 دولار بس من دفع مبلغ القرض بالسنة الأولى. وكمان بنفس الوقت قيمة البيت زادت. في أمريكا بتزيد قيمة البيوت بالمتوسط بنسبة 3.5% على حسب المنطقة كمان. يعني كانت قيمة البيت لما اشتريته 200,000 دولار، وبعد سنة بتصير قيمة البيت 207,000 دولار. سو إذا جمعنا كل هالمعطيات
كاش فلو 2400 دولار، لون باي داون 3000 دولار، ابريشيشن 7000 دولار، تقريبا المجموع حيكون 12400 دولار. يعني بالسنة الأولى عملت تقريبا ربح صافي بقيمة 12400 دولار، وهيدا بس بالسنة الأولى. ومع الوقت بتعمل أكثر، لأنه قيمة البيت بتزيد بنسبة 3.5% مثل ما قلنا، وقيمة القرض بتقل مع كل شهر بتدفعه. هيدا الجاب اللي بين الابريشيشن واللون بسموه equity، وبيزيد مع الوقت. بوصولك للسنة العاشرة حتكون قيمة البيت وصلت ل 270 ألف دولار، وقيمة القرض قلت وصلت ل 120 ألف دولار، يعني صار عندك مبلغ 150 ألف دولار equity. زيد عليه الربح السنوي اللي حسبناه قبل مضروب بعشرة، لأن عم نحسب لعشر سنين، 124 ألف دولار زائد 150 ألف دولار بيعطينا مبلغ 274 ألف دولار. يعني بعشر سنين عملت profit أو ربح بمبلغ 274 ألف دولار. رح تقلي بعد ما صرت مليونير، رح قلك إنه هالربح بس من بيت واحد بمبلغ 200 ألف دولار وبيأجر ب 1400 دولار. تخيل لو قيمة البيت أكتر من هيك وبيأجر بمبلغ أكبر من 1400 دولار شهرياً. وتخيل لو عملت نفس العملية بخمسة، ستة أو حتى عشر بيوت، قديش ربح رح يصير عندك كل سنة؟ إذا رح تسألني من وين جيب مبلغ التسبيق أو الداون بايمنت عشان استثمر، فبقلك إنه في طرق كثيرة رح نتكلم عليها بالفيديوهات الجاية بهالسلسلة. أتمنى تكون فتكم بهالمعلومات. إذا حابين تراسلوني على الخاص، شوفوا اللينك بالدسكريبشن تحت الفيديو. ما تنسوا تعملوا اشتراك. كان معكم ماجدة شمس، وكالة عقارات منطقة تامبا فلوريدا. بحط فيديو كل يوم جمعة. شوفوني بفيديو جاي.